معلومات بتخلينا نوقف ونعيد التفكير بأكثر الأشياء يلي منستخدمها. 7 أشياء ممكن تحمي جوالك من أنه يكون حاضن لفيروس كورونا. والبداية، لا تحتفظ بالهاتف المحمول والمنديل في نفس الجيب، واستخدم سماعات الأذن لتقليل فرصة انتقال الفيروس من الهاتف إلى وجهك. تجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر العامة في المكاتب، وقم بتعقيم لوحة المفاتيح وفأرة الكمبيوتر قبل استخدامه. نظف الهاتف بواسطة معقم ومنديل ناعم. نظف الكمبيوتر والسماعات بكمية كافية من معقم اليدين والمناديل. اغسل يديك بالصابون والماء بعد تنظيف الأجهزة، ولا تلمس هاتف شخص آخر، وتجنب إعطاء أدواتك للآخرين. طريقة بسيطة، ما بتاخد وقت أو جهد، لكن بتحمل معها ضمان لحمايتك وحماية يلي بتحبهم.